تعرضوا للتعنيف من طرف المخزن المغربي. مع الأسف الوقت الذي كنا نعتقد فيه أن مجموعة من المشاكل ستحل وأن الدولة ستتراجع إلى الخلف وتطلب الحياد العامة، بدأنا نعيش ردة حقوقية جديدة بعد دستور فاتح يونس 2011. مع الأسف أن هذه الصورة التي تحدثها الدولة المغربية تسيء لبلدنا وتجعل كل الإمكانيات متاحة من طرف العموم الشعب المغربي والحركة الحقوقية دفاعا عن الحقوق والحريات التي افتقدت في بلدنا اليوم. وعلى من كان نقاو اللومة للوزارة والحكومة والملحة ولات مقسومة والوظيفة ما محسومة والوظيفة ما محسومة.